صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشاركة عندنا وكل الناس المشاركة عندنا. زي ما قلنا قبل كده صلي على النبي وسمعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله هنبتدي نطلع الكلب بره اللي هو الحمى اللي جاي. ليه هنطلعوه بره؟ هنطلعوه بره عشان يبقى الكلب واخد على المكان. جوه المكان وبره المكان ولا يمشي في الشارع الكلب هيخش ولا هيخاف. وهنشغلوه برده بالفلوس ونشوف هيعمل ايه. وبعد كده بالفلوس عندنا الفلوس بتاع البلاستيك هي اللي بتشتغل بيها عشان ما توجعش الكلب اهي زي ما انت شايف. دي فاضيه اهي فاضيه بلاستيكه فاضيه. دي بنشغله بيها الكلب عشان ما يتوجعش. هنطلعه كده اهو ونفوتوا الكلب في الحته شويه نشوفوا وضعه ايه. شغلوه بالبوس عشان الكلب يتاكل يشتغل بره المكان وجوه المكان يشتغل حتى يتاكل. بس ما تنطش فوق نو طبعا ربطناه بره هنا اهو كده وهندخله عليه حد برده غريب كده اهو نشوفه هيعمل ايه. الكلب قرب كده بايدك واعمل للكلب كده طبعا ربطناه بره هنا اهو كده وهندخله عليه حد برده غريب كده اهو نشوفه هيعمل ايه. الكلب قرب كده بايدك واعمل للكلب كده بره عشان نشوف الكلب بيتأقلم ولا بيخاف في الشارع. هو لغايه دلوقتي ماشي كويس. شويه كده استخبى في الزرع. بص يا ايمن تطلع مره واحده وتروح هاجم ايه عليا هناك اهو هناك على الشمال استخبى بقى بس ما تقربوش عليا ماشي ما تشغلش بالك اهم حاجه هو مش هيلمسك.
تروح قدام شويه انت باين، انا عايزك تطلع مره واحده كاننا مش شايفينك. طبعا احنا هنمشي، يا ريت الكاميرا تبقى قدام الناحيه الثانيه عشان تشوفنا. بالراحه امشي جنبك. طبعا احنا جينا قلنا قبل كده اللي احنا بنحاول برضه نمشي الكلب ما يشدش، عشان ما يشدش حد. امسك الكلب، امسك الكلب، امسك الكلب، امسك الكلب، امسك الكلب، امسك الكلب. زي ما جيت شفت كده اهو، الكلب عنده استجابه كويسه وحلوه الحمد لله. الكلب بيشتغل بره اهو وشغال تمام. ماشي نجربه كده اتنين اهو، وعايز يهجم على عمر مش عارف ليه. امسك يلا اهو، امسك يلا، امسك 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 يلا جدع، احسن يلا امسك امسك يلا امسك امسك يلا كده يلا، احسن احسن يلا يلا، خبط على الشبكتين على البلاستيك، امسك يلا امسك، احسن شاطر شاطر. زي ما انت شفت كده اهو الكلب ما شاء الله عنده استجابه حلوه قوي قوي قوي. كلب زي دوت بيخليك اللي انت تتشجع وتشتغل معاه ياما وتشتغل معاه باستمرار. وما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايكات واشتراكات عشان الناس تستفيد، وعشان انت تستفيد لو انت ما عندكش امكانيه اللي انت تروح تدرب. والسلام عليكم. Ha ha ha!